We now move on to the next session, which is informal, house, informal housing from upgrading towards revitalization. Hatlub min Selmayusri, the Urban Development Program Manager, UN Habitat Egypt, and At Okay. <laughs> I'll leave the session up to you, Itfad to call your panelists on board. شكرا جزيلا شكرا لحضرتك. مساء الخير واهلا بحضراتكم في الجلسه الخاصه بالكلام على الانفورماليتي وهيشرفني ان يكون معايا النهارده مهندس خالد صديق. مهندس خالد هو رئيس مجلس اداره صندوق التنميه الحضاريه. مهندس خالد عنده اكثر من 30 سنه من الخبره والتخصص في الاشراف على تخطيط وتنفيذ المشاريع السكنيه والتجاريه والعامه وشبكات الطرق والبنية التحتية أهمها طبعا قيادته النموذجية والخبرة العظيمة اللي عملها في صندوق تطوير المناطق العشوائية اللي هو حاليا صندوق التنمية الحضرية أهلا بحضرتك يا فندم. معانا كمان أستاذ حاتم اليحياوي مدير عام مساعد بوكالة التهذيب والتجديد العمراني بيعمل فيها من 1992 بيدرس مادتي التدقيق ونظام الرقابه الداخليه في جامعه العلوم الاقتصاديه والتصرف بتونس منذ عام 2008 حصل على شهاده التاهيل الدوليه في التدقيق الداخلي من المعهد الدولي للمدققين بفلوريدا في الولايات المتحده الامريكيه اهلا وسهلا بحيك فهم. معانا اونلاين كمان استاذ وائل الاشهب مدير برنامج العراق والقائم باعمال مدير برنامج اليمن في برنامج الامم المتحده للمستوطنات البشريه لديه اكثر من 35 عام من الخبره في تطوير السياسات واداره البرامج في مختلف القطاعات منهم 23 عام كخبير دولي بالامم المتحده في تخطيط وتصميم وتنفيذ الخدمات الاساسيه والبنيه التحتيه المجتمعيه انضم البرنامج موقع الأمم المتحده في العراق عام 2007 زميل عزيز اهلا بحضرتك استاذ وائل تشرفنا بك وبالجميع شكرا اهلا اهلا بحضرتك اوكي okay. شكرا جزيلا لحضراتكم ويعني نورتونا وسعيده جدا ان انا ابقى النهارده بديل الجلسه دي مع حضراتكم احنا هنتكلم باللغه العربيه and there is translation that we can take place is going to be in Arabic. بنشكر حضراتكم شكر جزيل وطبعا في الجلسات الاولانيه اتكلمنا كثير على العلاقه ما بين الاسكان والتغير المناخ ويمكن تم القاء الضوء على فكره العلاقه ما بين تغير المناخ والاسكان كمان في المناطق غير الرسميه او العشوائيه وازاي انه يعني عدم المساواه ما بين الدول الغنيه والدول الفقيره ممكن نعمل لها ريفلكشن على مستوى محلي على كمان ان عدم المساواه ده ليه علاقه بالاماكن الغنيه والفقيره داخل المدن وبالتالي طرق التعامل واليات التعامل مع قضايا الاسكان والتنميه والتطوير في المناطق الرسميه وغير الرسميه لازم يختلف ولازم يكون في معايير كتير نبص عليها ونشتغل مع بعض على ازاي يبقى في اليات بتساعد في ده يمكن يعني برنامج الامم المتحده للمستوطنات البشريه اشتغل كتير على فكره التغير من مجرد فكرة التطوير إلى فكرة إعادة الإحياء والسيتي ريجينريشن وإزاي إن المدينة يتم التعامل معها من منظور واسع اللي هو سيتي وايد أبروتش بحيث إن إحنا نقدر نتمكن من إننا نبص على القضايا المختلفة والحلول المختلفة للمدينة بشكل واسع في هذا الاطار طبعا هيسعدني ويشرفني ان أنا نسمع من التجربه المصريه ويمكن مهندس خالد صديق بخبره حضرتك الواسعه جدا السياسات والاليات اللي استخدمتها مصر في مواجهه القضايا الخاصه بالانفورماليتي والمناطق غير الرسميه والعشوائيه ورؤيه حضرتك لايه الانجازات الاساسيه اللي تمت في هذا المجال. اتفضل. صباح الخير جميعا طبعا مساء الخير بنرحب بكم في مصر على طول هنختصر عشان نخش على طول في الموضوع احنا كان صندوق التنميه الحضريه كان الاول الناس تسمع عننا ان احنا اسمنا صندوق تطوير المناطق العشوائيه مروه there's a presentation يمكن كنا الاول بنتكلم ان احنا صندوق تطوير المناطق العشوائيه صندوق تطوير المناطق العشوائيه كان مهمته مهمه محدوده اللي هي تطوير المناطق العشوائيه على مستوى الدوله اللي كانت ساعتها 357 منطقه غير امن 160000 الف فدان في الغير مخطط 410 ألف سوق غير غير رسمي. طيب القضيه دي القضيه دي احنا حليناها واحنا صندوق تطوير المناطق العشوائيه فبدانا نطور من نفسنا ونفكر ماذا بعد؟ يمكن عملنا بعض المشروعات وصرفنا حوالي ساعتها 40 مليار جنيه على الغير امن آه وقضينا على الغير امن آه بنسبه 90% وال10% المتبقيين دول المناطق الغير امنه المملوكه للافراد وهم عملنا لهم حلول للقضاء آه على او ان هما يحلوا مشاكل المشكله الغير امنه بالنسبه لمساكنهم. طيب يمكن آه تعاوننا مع اليو ان هنا في مصر وبدانا نحط سياسه لنا او نحط رؤيه مستقبليه لصندوق تطوير المناطق العشوائيه ماذا بعد؟ ماذا بعد دي ان احنا ازاي هنبقى نقول ان احنا هنشتغل على نفسنا ازاي؟ هنعمل ايه؟ كنا الاول طبعا بنشتغل احنا بنقول ان احنا الهدف رقم 11 في الاهداف التنميه والسلامه هو الوحيد اللي كنا عليه واحنا صندوق تطوير المناطق العشوائيه. كان لنا مهام معينه محدوده في الاعمال بتاعتنا كصندوق تطوير مناطق عشوائيه وبدانا نشتغل عليها ونشتغل على مشكله الغير امن والغير مخطط والاسواق العشوائيه يمكن مش عايز بس يعني أكلم بالتفاصيل شويه عشان الوقت المحدود بتاعنا فاحنا كان عندنا مثلا حوالي 152 الف فدان على المناطق الغير مخططه عندنا 357 منطقه بيقطنها مليون واثنين من عشره او مليون ونص مواطن في حاله عدم امان على الصحه على المال على الحياه عندنا 105 سوق عشوائي على مستوى الدوله بدانا نحط حلول ليها وبدانا نصرف على المشاكل دي مثلا كانت الفاتوره بتاعه الغير امن مصاريف فقط حوالي 40 مليار جنيه مصري و23 مليار ثمن الاراضي اللي اتعمل عليها المشروعات القضيه الثانيه اللي هي الاسواق اللي مناطق الغير مخططه اللي هي 152 الف فدان او 160 الف فدان من مسطح العمران الحضري في مصر تكلفه حوالي 318 مليار جنيه بس ده بسعر قبل تغيير سعر الصرف فاحنا طبعا هتغير الاسعار شويه لما نيجي نطبق اسعار الصرف الجديده. الاسواق العشوائيه 105000 سوق عشوائي بنتكلم فيها ان احنا تكلفتك حوالي 44 مليار جنيه. طبعا كل القضايا اللي احنا اشتغلنا عليها وبدانا نوصل لمرحله تنفيذيه، احنا عندنا طبعا المواضيع كلها يعني خلاص خرجت من مرحله التخطيط الى التنفيذ ثم النتائج الاخرانيه النهائيه خاصة اللي احنا وصلنا لها في مصر هنا. آآ آآ يمكن بعض المشروعات في التطوير العمراني احنا عملناها يعني كان فيها سياسات مختلفه وآلات مختلفه كان لا يمكن ان نفكر نقول ان كل ارض وكل مشروع على مستوى المشروعات اللي عندنا يطبق عليها نفس الشيء يعني ما ينفعش مثلا اقول ان انا منطقه عدم ناس عايشه في عدم امان في منطقه سيول زيها زي منطقه انهيارات جبليه او انزلاقات جبليه يبقى انا هبني في نفس المكان او هقدر ابني في في مكان ده او ان انا ازاي بمعنى صح اتقي شر عدم الامان، مثلا في مجرى السيول ما ينفعش ابني في نفس المكان، ممكن اعمل سدود، ممكن اعمل بحيرات والناس تفضل في مكانها، طب الناس عايشه تحت ضغط عالي يبقى ممكن اشيل خط الضغط لو المباني الموجوده حالتها الانشائيه كويسه ممكن اشيل خط الضغط واغير او مكانه او مساره او اخليه بطريقه ثانيه دفن بدل ما يكون خطوط هوائيه. طيب لما يكون في أماكن الناس عايشة فيها الأرض تصلح للبناء ممكن أعمل تاني أبني الناس تاني وأسكنهم في أماكن خارج المشروعات أو الأراضي اللي ببني عليها يسكنوا فترة مؤقتة على حساب الدولة ويرجعوا تاني يسكنوا في الأماكن الجديدة طيب ممكن يبقى المكان يصلح للبناء ما هوش خطر ولكن الدراسة التخطيطية بتقول إن هنا في اقتزاز سكاني ومحتاجين الخدمات ممكن يخرجوا في مشروع جديد والمشروع الجديد ده الارض اللي احنا اللي نعمل بها مشروعات خدميه او ترفيهيه او سياحيه او حدائق مهم ان احنا بنخش في المخطط اللي احنا عاملينه ليها طبقا للاستخدام اللي احنا عايزينه. فانتهجنا سياسات واستراتيجيات مختلفه للحلول، كل منطقه وكل مشروع له الدراسه بتاعته المختلفه عن المشروع الثاني تماما. هنا مثلا طبيعه السكان، طبيعه الاهالي بيشتغلوا ايه؟ يعني ممكن مثلا احنا بنشتغل مثلا زي الصيادين في سوهاج، الصيادين في راس البر ما ينفعش ان انا اعمل له مكان ثاني بعيدا عن عن الميه اللي هي اللي هو مصدر رزقه ان هو يشتغل صياد فلازم على نفس المكان فبنشوف طبيعه سكان ايه واهم معالم الحياه اللي هم شغالينها لما نيجي ندرس حاجه ندرس خطه متكامله خطه متكامله للحياه وليست للتطوير العمراني فقط الموضوع دراسه تطوير حياه وليست تطوير عمراني فقط يمكن زي ما قلنا تنفذنا 90% من غير امن دي بعض اشكال المشروعات اللي احنا نفذناها، يعني خلاص الحمد لله دي مشروعات والناس خلاص عايشه فيها دلوقتي، يعني خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لنا وبقى دي حياتهم بقت كده. انا يعني بجريها بسرعه ودي صور طبيعيه من الموقع نفسها مش رسومات، يعني زي ما زي مثلا صوره الفترة زي ما الناس شافت كده كان على النيل يعني عمارات على النيل دي منطقه يعني ناس صيادين. دي في حلايب وشلاتين طبيعه السكان هناك تختلف شويه ما, ما, يسكنوش في عمارات او بيوت لها جار حياتهم منفصله كل بيت وله طبيعته الخاصه وحياتهم المنفصله عن جيرانهم دي اعمال غير مخططه مناطق غير مخططه في بعض المحافظات واللي فاتت دي كانت نسبه نسب المحافظات فرق بينهم من المحافظات بعدها نسب الغير مخطط للعمران للحضر وليس للمحافظه يعني مثلا اعلى نسبه عندنا هنلاقي سوهاج رغم ان هي الحضر فيها مشكله لكن نسبه الغير مخطط بالنسبه للحضر عاليه جدا. دي بعض الاعمال والمشروعات اللي عملناها في المحافظات. ندخل بقى المرحله الجايه اللي هي بنتكلم على مناطق التطوير العمراني، الفكره اللي اشتغلنا فيها مع الهابيتات. بدانا نشتغل نقول احنا طب احنا ماذا بعد لما نخلص تطوير العشوائيات؟ احنا هنعمل ايه؟ فبدانا ندرس ونقول احنا عايزين نبقى حتى تغيير الاسم نفسه كان بدراسه، هل كلمة تطوير عشوائيات تنفع؟ هل تطوير حضري تنفع؟ هل بعض المسميات كتير جدا ولكن لقينا ان افضل مسمى يحصل بعد ما عملنا تشريح للعمران في مصر مع بعض اتضح ان احنا كلمة التنمية الحضرية، التنمية الحضرية تحمل تحتها حاجات كتير جدا منها تطوير العشوائيات والغير مخطط والاسواق العشوائية غير العمل في الاماكن المميزة والعمل في القطاع الاستثماري على مستوى الدولة ازاي حقق لكل مستويات المواطنين احتياجاتهم ورغباتهم اللي جوه المجتمع القائم فعندنا ثلاث محاور للعمران في مصر او التنميه في مصر اول حاجه هيئه المجتمعات العمرانيه شغاله في المدن الجديده ثاني حاجه وزاره التنميه المحليه شغاله في الريف ثالث حاجه المدن القائمه والداخليه شغال فيها صندوق التنميه الحضارية اللي هو احنا بدانا نشتغل ونعمل خطط لينا وبدانا نحط اي 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 احنا عايزين نعمل ايه بالظبط وبدانا نخطط ليها وبدانا نحط نصنف العمران في مصر ونحط امثله للمشروعات اللي احنا عايزين نعملها وبدانا نشتغل عليها يمكن النتائج في الاخر ان احنا اول حاجه من المشروعات حاجه اسمها مبادره تطوير عواصم محافظات المدن الكبرى المستهدف 500000 وحده تكلفه حوالي 600 600 مليار جنيه وهنا الموضوع مش مشروع ان انا ببنيه بس انا بشوف المشروع اللي ببنيه المجتمع اللي حواليا محتاج خدمات ايه يعني ازاي المنطقه حواليها محتاجه خدمات ايه يعني مثلا بعمل مشروع صغير 2500 وحده فقط معمول له مكتب بريد ونقطه اسعاف ونقطه شرطه ومستشفى وكل الحاجات دي مش عشان ال 2500 وحده لا ده عشان المنطقه كلها تفتخر الى هذه الخدمات فبنعملها معانا عشان كده التكلفه عاليه جدا بالنسبه لي العدد الوحدات فعشان كده بقول ان مثلا 500000 وحده 600 600 مليار جنيه ودي بعض يعني اللي فاتت اللي الجدول فات المحافظات اللي فيها مشروعات شغالين في 35 مشروع في 13 محافظه ولسه المستهدف ال 27 محافظه ب 500000 وحده. دي بعض النماذج المشروعات اللي احنا شغالين فيها في تطوير عواصم محافظات والمدن الكبرى. ده أنا ندخل في حاجه ثانيه برضو من ضمن تحت مظله صندوق التنميه الحضريه اللي هو احياء القاهره التاريخيه. يمكن بالمسمى القديم صندوق تطوير المناطق العشوائيه اعتقد ما كانش ينفع نشتغل في القاهره التاريخيه لكن بمسمانة جديد التنميه الحضاريه والمهام المكلفين بها نقدر نشتغل في احياء القارات التاريخية احنا شغالين فيها الحمد لله دلوقتي في خمس مناطق فيها بمساحه يعني تقارب ال100 فدان التكلفه حوالي 6 مليار جنيه وانا على كل القارات التاريخيه لكن واخدينها مراحل عشان القاهره عباره عن ازقه وحوالي لو شغلنا فيها كلها مره واحده هنشيل الحياه فبنشتغل في مناطق ونخلصها نخش على مناطق اخرى الموضوع بالتوالي وليس بالتوازي عايزين نقول يعني الاستراتيجيه نفسها في حياه القاهره عامه شغالين في حدائق الفسطاط، شغالين في القاهره التاريخيه، شغالين في سور مجرى العيون وخلص خلاص، الخياله بطن البرة بقت في الفوستات مشروعات كتير داخل القاهره وكلها هتقوم ب تحت مسمى احياء القاهره التاريخيه. دي بعض النماذج للعمل في القاهره التاريخيه. كانت ايه وبقت ايه دلوقتي؟ يمكن بنقول ان الصندوق له مرحلتين من الزمن المرحله الاولانيه اللي هي صندوق تطوير المناطق العشوائيه المرحله الثانيه اللي هي صندوق التنميه الحضريه احنا دلوقتي بنعيش كنا الاول بنتكلم في 40 مليار تحت مسمى التنميه التطوير العشوائيات النهارده بنتكلم في تريليون 160 مليار جنيه تحت مظله صندوق التنميه الحضريه فرق كبير جدا ما بين المسميين ودي احنا النهارده بنتكلم على ال ما ما تم تنفيذه على الواقع وعلى الارض، يعني دي مش مخططات دي كلها خلاص حاجات احنا بننفذها ومبدأنا الاساسي في العمل هو البشر قبل الحجر، وده المبدا اللي احنا شغالين عليه وده اللي احنا ان شاء الله عندنا لغايه رؤيه 20 30 الخطه دي معانا مية 160 مليار حتى الان يعني ممكن يبقى في بعض المشروعات الاخرى تزيد علينا نتجاوز هذا الرقم كمان، ولكن الخطه بتاعتنا ماشيه معانا لغايه 20 30، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك مهندس خالد يعني احنا متاكدين ان هيبقى في اسئله كتير عن انجازات الصندوق لان احنا دايما بنعتبر لما بنكون في محافل اقليميه او في حضور من بلدان مختلفه بنبقى شايفين ان تجربه مصر في انشاء ودعم صندوق معني بالتنميه الحضاريه كان بدايه معني بحل المشكله العاجله اللي كانت مناطق غير امنه ومناطق فيها مشكلات كبيره وازاي قدر يتوسع بالمنديت او الدور بتاعه لما اثبت ان عنده الاليات المختلفه للتعامل مع المناطق دي العلاقه ما بين شغل الصندوق والمنبثقه من استراتيجيه الاسكان الوطنيه اللي رانيا اشارت اليها الصبح وازاي انه كان الفكر الاساسي مبني على الحق للجميع في السكن اللائق والملائم يعني كل دي حاجات بصراحه اكيد هيتسال عنها وهنبقى عندنا فرصه اكبر نتكلم عنها لكن اسمحوا لي حضراتكم ادي الكلمه دلوقتي للتجربه التونسيه اشقاء اعزاء ونحب نسمع من استاذ حاتم برضو رؤيه تونس في علاج مشاكل المناطق الغير رسميه اتفضل يا فندم أنا سعيد جدا اليوم بوجودي بينكم وأشكر ال أنا سعيد بوجودي بينكم اليوم وأشكر المنظمين على هذه الفرصة الهامة إذاً سأتولى تقديم سياسة تطوير المناطق العشوائية في في تونس، تجربة وكالة التهذيب والتجديد العمراني في معالجة السكن العشوائي، سيتضمن التقديم أربع أربع, أربع نقاط. سأتولى تقديم تطور سياسة سياسة معالجة العشوائيات في تونس. سأتولى تقديم أثر ذلك بصفة عجالة وكالة تهذيب وتجديد العمراني اللي هي مؤسسة عمومية التي أنتمي إليها ثم التجربة بعض التجارب بعض البرامج التي تم إنجازها ثم أمر إلى استخلاص التجربة التونسية بصفة بصفة عامة ننتظ ننتظر وصول ال ال العرض أقدم لكم بعض بعض الأرقام حول الجمهورية التونسية حيث بلغت نسبة التعمير حول آخر إحصائيات حوالي 67.8% نسبة المساكن العصرية تمثل 73.9% ونسبة المساكن القديمة والمساكن البدائية حوالي 26% نسبة الربط بالماء الصالح للصالح للشراب بلغت 87% بالنسبة للكهرباء بلغت 99.8 في في حين أرابط بشبكة التطهير بلغت نسبة 86 في المئة. هذه بعض الارقام حول الجمهوريه التونسيه فيما يخص فيما يخص الارقام تهم السكن تجدونها في العرض. امر امر مباشره الى النقطه الاولى ظاهره السكن العشوائي في في تونس حيث مثلت ظاهره السكن العشوائي في تونس احدى المشاغل الهامه التي احتلت حيزا هاما في سياسات السكنيه والحضاريه والاجتماعية في تونس منذ أكثر من نصف قرن وقد تمت معالجة هذه الظاهرة بطرق متعددة ومرت بأربعة أطوار رئيسية الطور الأول هو السعي إلى إزالة الأحياء العشوائية ولم تكن هذه السياسة ناجحة حيث كانت مكلفة وكانت لها أثار اجتماعية سلبية الطور الثاني مشاريع التنمية الحضارية التنمية العمرانية لتهذيب وتجهيز عدد محدود من الأحياء الكبرى بالمدن الرئيسية ثم الطور الثالث هو إقحام التهذيب كعنصر قار في السياسة السكنية والعمرانية تم خلاله تعميم التدخل على العديد من الأحياء في كامل تراب الجمهورية ثم الطور الرابع الذي نحن به الآن هي برامج مندمجة تشاركية ومستدامة امر لنقطة الثانية تقديم بعجالة المؤسسة التي اشغل بها آه، وكالة تهذيب العمراني هي منشأة عمومية أحدثت سنة 81 تنفذ العديد من البرامج الوطنية التي تعنى بتحسين ظروف العيش وتطوير البنية الأساسية داخل الأحياء العشوائية وقد تلائم تطور تدخلات الوكالة آه، لتهذيب الأحياء العشوائية مع مختلف المراحل التي عرفتها سياسة معالجة السكن العشوائي في تونس وذلك من خلال تهيئه الاحياء بتمديد او تجديد او توسيع مختلف الشبكات البنيه الاساسيه من طرقات من ما صالح للشراب من تطهير وانجاز تجهيزات الجماعيه والتدخل في النسيج العمراني القديم. انجاز المشاريع الوطنيه الكبرى التي تغطي كامل تراب الجمهوريه بهدف ربط الاحياء بمختلف الشبكات الاساسيه واستكمال بعض عناصر البنيه الثانويه. ثم العوده الى برامج المندمجه التي تعتمد على عناصر البنيه الاساسيه وكذلك التجهيزات الجماعيه. مواكبه التطور العمراني بانجاز مشاريع مندمجه تشاركيه مستدامه نوعيه من حيث التصميم والتنفيذ وكذلك من خلال تنفيذ برامج وادماج الاحياء السكنيه في جيليه الاول والثاني. الوكالة متحصلة على شهادة إيزو 9001 شهادة إيزو 14001 وشهادة إيزو 45001 والتي مكنت الوكالة من من التقليص في أجاد الأنجاز والسيطرة على الكلفة وكذلك مزيد إرضاء الحرفاء الوكالة هذه بعض الأرقام حول الإنجازات تجدوها في العرض سأمر عليها الانجازات الوكاله دونك النقطه الثالثه نمر الى انجازات الوكاله هذه عينه من المشاريع التي تم انجازها في اطار برنامج الاحاطه بالاحياء الشعبيه بالمدن الكبرى من ملاعب احياء من بنيه اساسيه من من اكتيفيتي كما تدخلت الوكاله في مستوى تهذيب النسيج العمراني القديم وهذه عينه من الانجازات صور قبل وبعد وبعد الانجاز. تدخلت كذلك في برنامج تاهيل مسالك التوزيع والمنتجات الفلاحيه والصيد البحري. كذلك في برنامج تعصير الطرقات، تعصير الطرقات. كما تتدخل في البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وهذا البرنامج في اطار هذا البرنامج تولت الوكاله انجاز مساكن اجتماعيه ومقاسم اجتماعيه مخصصه اساسا الى الفئات ضعيفه الدخل. كما تتولى انجاز انجاز عمليات بعث عقاري لتوفير 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 المساكن والقاسم المشترك بين كل هذه البرامج والانجازات هي تحسين ظروف عيش المواطنين كما تقوم الوكاله بتشخيص الحاجيات حيث قامت بجر الحاجيات التهذيب على المستوى الوطني خلال العشريه الماضيه اثبتت انه رغم كل ما انجز تبقى العديد من الاحياء العشوائيه داخل المناطق العمرانيه في حاجه الى تدخل للتهذيب قصد تحسين ظروف العيش المتساكنين وأبرزت الكشوفات المجرات وجود حوالي ما يفوق ال 1400 حي يتطلب التهديد وتضم هذه الأحياء حوالي 32% من سكان الجمهورية. هذه عينة لبعض الأحياء التي التي تم التي تم معاينتها وتشخيصها وعلى إثر هذه هذا التشخيص تم تكليف الوكالة بإنجاز جيل جي أول من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية من مكونات هذا البرنامج البنية البنية بنية أساسية إنجاز قاعات قاعات رياضة إنجاز ملاعب إنجاز فضاءات صناعية داخل الأحياء التي يتم التدخل فيها وكذلك إضافة إضافة عنصر جديد وهو تحسين تحسين المسكن إضافة إلى تحسين الوضعية خارج المساكن أصبحنا نتدخل داخل المسكن لتحسين نقاط نقاط المياه خاصة دورات المياه والمطابخ. على إثر النجاح الذي حققه هذا البرنامج مررنا إلى الجيل الثاني والذي في الحقيقة هو يمثل يمثل هذا البرنامج منعرجا هاما في برامج التهذيب في تونس حيث تميز بالحداثه والتجديد على مستوى التصور، التصور البرنامج وشروط تنفيذه ومختلف مراحله ومكوناته واهدافه. ومن بين اهداف الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنيه انجاز واستكمال عناصر البنيه الاساسيه والتجهيزات الرياضيه والشبابيه واقامه فضاءات الانشطه الاقتصاديه وذلك لفك عزله الاحياء وخاصة منها المتواجدة بالمناطق الداخلية للبلاد. ينتفع بهذا البرنامج حوالي 6.8% من مجموع سكان الجمهورية التونسية. ولإضفاء مزيد من النجاح على التدخلات وحسن تنفيذه تميز هذا هذا الجيل الثاني من البرنامج بإدخال العديد من التحسينات نذكر أهمها تدعيم جانب التنميه العمرانيه المندمجه والمقاربه التشاركيه، تدعيم الجوانب البيئيه والاجتماعيه، تدعيم عمليات الاتصال بالبرنامج، وادراج مكونه تهيئه تقسيمات سكنيه اجتماعيه باسعار مقبوله محاذيه للاحياء المعنيه بالتدخل انتلاقاً من هذه المكونه بدانا نفكر اضافه الى الطرق العلاجيه بدانا نفكر بالطرق الوقائيه لتفادي تفاقم ظاهره السكن العشوائي. كذلك من من خصائص هذا البرنامج تدعيم الجانب الطاقي وذلك من خلال تصميم وانجاز المنشات الاجتماعيه والفضاءات الصناعيه واستغلال الوسائل الحديثه المبتكره للتنوير العمومي للمحافظه على الطاقه. كذلك تدعيم جانب الشراكه مع البلديات ودراسه هشاشه الحي لمجابهه مخاطر الفيضانات وتهدف اساسا هذه المكونه الى ضمان ديمومه المشاريع والمنشات المزمع انجازها. امره الى النقطه الرابعه استخلاص التجربه التونسيه من برا... من في معالجه السكن العشوائي. حيث حققت برامج التهذيب والتجديد العمراني المنجزه نجاحات هامه على مستوى تحسين ظروف عيش السكان والتنميه الاقتصاديه والتشغيل وتحسين المشهد العام وتحسين الظروف البيئيه للاحياء المعنيه بالتدخل وادماجها اجتماعيا واقتصاديا ضمن محيطها العمراني ويمكن تلخيص اهم النجاحات المحققه فيما يلي. إدماج الأحياء الشعبية في النسيج الحضري للمدن الكبرى وفك عزلتها وتسيير تيسير الوصول إليها والتنقل داخلها مما ساهم في تيسير وصول وسائل النقل العمومي وبلوغ المؤسسات الصحية والتربوية، تحسين الاندماج في الحياة العصرية والمساهمة في تعزيز التماسك الاجتماعي لدى السكان. الجمع بين عنصر تحسين السكن وظروف العيش وبين بين عنصر النهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للمتساكنين من خلال المساعدة على بعث الأنشطة المنتجة والمهن الصغرى والتكوين المهني لتحسين التشغيل وذلك بالتنسيق بين مشاريع التنمية الجهوية الموجهة لذوات الأولويات الخصوصية كذلك تحفيز السكان للعمل على إعادة تهيئة وتحسين مساكنهم وتدعيم البناء الذاتي معا مما ساهم في تحسين واجهات المنازل داخل الأحياء بعث ديناميكية, ديناميكية اقتصادية داخل الأحياء وذلك من خلال تطوير النشاط التجاري وتزايد عدد المهن الصغرى واستقطاب صغار المستثمرين وتطور قطاع الخدمات وتركيز شبكات الاتصال. مساهمة التجهيزات الجماعية المحدثة في تعزيز الحياة الجماعية للمتساكنين. تعزيز المقاربة التشاركية للتنمية الحضارية المساهمة مساهمة التقييمات الما بعديه اي بعد الانجاز لمختلف البرامج في اجراء التعديلات اللازمة على ضوء لتحسين جدوى المشاريع وملاءمتها للحاجيات والاشكاليات الموجودة. مساهمه الانشطه الحرفيه في تحسين موارد الدخل لبعض العائلات. غير ان التجربه التونسيه لم تخلو من بعض لم تخلو من بعض النقائص اهمها قله انتاج اهمها قله انتاج الاراضي المهيئه والمقاسم الصغيره للسكن وللبناء الذاتي. شكرا لاصغائكم ولانتباهكم. شكرا جزيلا استاذ حاتم على العرض الثري للتجربه التونسيه اللي يعني بنجدها برضو لا تقل ثراء و يعني دروس كثيره مستفاده زي التجربه المصريه يمكن من اهم الحاجات اللي ممكن تلفت النظر التقارب الشديد ما بين المراحل المختلفه اللي مر بها التطوير والتنميه العمرانيه بشكل عام سواء في مصر او في تونس واعتقد كمان من خلال دراسات اقليميه قمنا بيها انه على المستوى العام صحيح بيبقى فيه تحديات ومشكلات محليه لكن التوجهات العالميه والحلول والاليات بيتم تجربتها بالتوازي ويمكن عشان كده برضو بنشكر هابيتات فور هيومانيتي ان هم ادونا الفرصه دي ان احنا نتقابل كل شويه لمشاركه الدروس دي ونشوف يعني الدول المختلفه والتجارب المختلفه والجهات المختلفه وصلت لايه وازاي ممكن نستفيد من هذه التجارب من اهم الحاجات اللي حضرتك ذكرتها يمكن كمان دخول العنصر الاجتماعي بشكل قوي جدا وان كان سهل جدا عمليه تطوير المساكن يمكن حتى في التجربه المصريه لكن لما بدانا سواء في مصر او في تونس او في بلدان كتير نعرف ان الاهميه الاساسيه هي العنصر الاجتماعي الاقتصادي وهو ده اللي بيحرك البشر في المدن بالتالي بدأنا نشوف ان الموضوع اعمق بكتير من مجرد وجود برضو صفا الصبح قالت روف مش مجرد روف ومش مجرد مسكن هو سكن ملائم خدمات معيشية ومستوى معيشي مرتفع يمكن التجربه بشكلها من الواقع الحكومي منفرده لكن احنا متاكدين ان كان في مشاركه قويه جدا من الجانب الحكومي مع جوانب اخرى قطاع خاص وجمعيات اهليه وقطاعات تنمويه اخرى فيمكن دا يديني الفرصه ويؤهلني ان احنا نسمع من برنامج الامم المتحده للمستوطنات البشريه استاذ وائل كيف تبنى البرنامج رؤيه التحول من مجرد التطوير الى التنميه العمرانيه الكامله والشامله والمستدامه الكلمه لحضرتك اتفضل استاذ وائل شكرا ست سلمى ممكن شايفين البرزنتيشن من عندكم؟ اعتقد على وشك طيب انا سعيد جدا اني احضر هذه الحقيقه هذا المؤتمر ولو على عن بعد كان بودي حضوري شخصيا لكن نتيجه ظروف العمل فيعني بتمنى ان شاء الله المره القادمه يكون بشكل شخصي. الحقيقه التجربه بالعراق تجربه يعني منظمة او برنامج الموئل يون هابيتات اللي بيشتغل مع مع وزاره التخطيط العراقيه ووزارات الاخرى المعنيه زي وزاره الاسكان والاعمار ومع المحافظات المختلفة منذ زمن يعني منذ زمن ونحن نعمل معهم على موضوع السكن الغير نظامي أو العشوائي فالحقيقة أنه يعني هاي الظاهرة زادت بشكل كبير جدا منذ عام 2003 في العراق نتيجة عدم وجود يعني نظام آمن لتوفير السكن نتيجة الظروف السياسية والظروف الأمنية وأيضاً تحرك الناس بشكل كبير من مناطق في القرى ومناطق بعض المدن التي لا يوجد بها فرص عمل إلى مناطق أخرى بشكل يوجد بها فرص عمل بشكل أفضل أو خدمات أيضاً لكن للاسف هذه العشوائيات انشئت على اراضي يملكها على الاغلب القطاع العام او الحكومه وليست مخصصه للسكن بشكل خاص لكن لاستعمالات اخرى منها التجاري ومنها المناطق الخضراء ومنها الصناعي. كما ترون في هذا الـ 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 الشريحه في هذه الشريحه هناك اعداد كبيره وخاصه التركز كانت هذه عفوا كانت هذه الاحصائيه في 2016 17 ايضا بدعم من برنامج الهابيتات في العراق لكن تم تحديث هذه الاحصائيه مؤخرا والارقام بانتظار او النتائج بانتظار الوزير الجديد ل يوافق عليها لنشرها وطبعا حسب توقعاتنا زادت عدد العشوائيات في العراق من 10 الى 15% في مناطق المحافظات المختلفه، التركيز في هذه العشوائيات في مدينه بغداد وهي العاصمه ثم البصره اكبر مدينه اكبر ثاني مدينه في العراق والعدد في ذلك الحين كان 4060 عشوائيه موزعه كما هو مرئي على هذه الخريطه لكن هناك اربع محافظات لم يتم العمل بها نتيجه الظروف اللي كانت في وقتها منها انه محافظه نينوى كانت يعني خارجه من نزاع مع داعش او احتلال داعش وثلاث محافظات كردستان لم تشارك في وقتها هذه عدد الوحدات السكنية الأولى كانت عدد العشوائيات هي 4000 لكن الآن ننظر إلى عدد المساكن العشوائية وهي بحدود نصف مليون أو نصف مليون وخمسمائة ألف خمسين ألف في وقت ذلك لكن كما ذكرت سابقا زادت هذه الأعداد بشكل كبير هذه توضح أيضا الاستعمالات المختلفة للأراضي حسب تصميم الأساس فبلغت نسبة استعمالات الأراضي السكنية في للتجو... التجمعات العشوائية 26% استعمالات غير سكنية و 74% على الأغلب عفواً 26% سكنية و 74% منها غير سكنية و 36% من الأراضي الغير سكنية مخصصة لمناطق خضراء هاي إحدى المحافظات وهي البصرة آه، ثاني أكبر مدينة بالعراق ويتضح فيها آه الكثافة كثافة العشوائيات في المناطق اللي هي كانت طبعا مخصصة لعدة استعمالات كما ذكرت سابقا آه، لكن بتحدد كيف تم العمل المسوحات في ذلك الوقت آه، الحقيقة اسمحوا بس، بس لي دقيقة لأنه يبدو السلايد مش واضح عندي، اه على ما تقدم من عرض يعني ان احدى انشطه خارطه الطريق التي تم عملها بالتعاون مع برنامج الهابيتات في العراق والوزارات المعنيه، عندما تم عمل هذا المسح فلا بد ان نشير ان التنفيذ الناجح لخارطه الطريق التي تم في وقتها تطويرها يقترح بنجاح التزام من تنفيذ انشطه المحاور المختلفه التي تقوم على انجاح هذا هذا هذه خارطه الطريق لكن في وقتها للاسف لم يكن هناك استقرار سياسي وبالتالي لم يتم عمل اي انجاز فيما في هذا الخصوص فعلى سبيل المثال اذكر المسار الاول واتكلم عن قانون العشوائيات الانشطه المطلوبه تنفيذها في المحور التشريعي وهو المهم تتضمن المضي في اقرار القانون المقترح لمعالجه التجاوزات السكانيه والتي ارسلت من قبل رئاسه الوزراء الى مجلس النواب بسبب ضروره تزامن اقراره مع البدء بالمرحله اللاحقه لا لتثبيت مواقع العشوائيات والاجراء المساحات الميدانيه التفصيليه العمرانيه والاجتماعيه والاقتصاديه لموقع العشوائيات كما ذكرت سابقا ولكن القانون تم متاولته في قراءته الاولى وتم عمل ملاحظات من قبل مجلس النواب اعيدت ثم تم الرد على هذه الملاحظات وقدم الى مجلس النواب للقراءه الثانيه ولكن كما ذكرت سابقا لعدم وجود استقرار سياسي وتعطير البرلمان لمده سنه بعد الانتخابات لم يتم حقيقه دراسه هذا المشروع ولكن في البرلمان الجديد قام بدراستها بشكل سريع وطلب رئيس الوزراء اعاده القانون الى مجلس الوزراء لدراسته ووضع تحديثات عليه ونحن نتابع معهم على هذا الموضوع لان هذا الموضوع شائك ومهم جدا للعراق المسار الرئيسي الثاني كانت الأنشطة المطلوبة تنفيذها على المحورين المالي والمؤسسي تتضمن المضي في إقرار قانون صندوق العشوائيات في هذه المرحلة هو صندوق العشوائيات اللي أنا بذكره، الذي يتركز على التمويل الذاتي للمؤسسات البلدية من خلال ما سيوفره القانون من الاستفادة من الأرض في مشاريع تجارية مستحدثة والتي ستوفر إيرادات مالية يسمح القانون بها للمؤسسات البلدية من توظيفها في معالجة العشوائيات وتحويلها لمناطق سكنية نظامية وبخدمتها بخدماتها ومبانيها يعني المقصود من ذلك أن تستثمر البلديات في المناطق التجارية وتوفر لها عائدات بحيث أنها تعطي الأراضي إلى مستثمرين لقيام مشروعات ناجحة تجارية وبالمقابل مقابل هذا الدخل يتم استعماله في معالجة أو رفع مستوى العشوائيات وبذلك الخصوص نحن نعمل الآن مع عدة محافظات فقط على العشوائيات التي قامت على أراضي مخصصة للسكن وذلك لرفع مستوى هذه العشوائيات المسار الثالث الرئيسي بالأنشطة المطلوبة من الوزارات القطاعية بالتنسيق مع الحكومات المحلية تنفيذ المحور الفني في مجالين الأول تهيئة المواقع المشاريع الريادية لتطبيق مستويات المعالجة في التأهيل والترقية أو إعادة التوطين حيث أن كل معالجة من هذه المعالجات يتم دراستها وتصنيفها وإقرارها في حالة ضمن المؤسسات البلدية وكل لها متطلباتها ومخططاتها آه التي يجب العمل عليها بتزامن مع تقدم العمل بالمسارين الأول والثاني بس طبعا عملية إعادة التوطين موضوع شائك جدا ويحتاج استثمارات كبيرة والعراق مرة بظروف اقتصادية رغم أنه دولة تعتبر دوله نفطيه ومن ذوات الدخل المتوسط العالي لكن نظرا لعدم الاستقرار السياسي فلم يكون يتم هناك تخصيصات لهذه المشروعات. كما ترون هذه عباره عن بعض الصور اللي توضح مستوى العشوائيات في بعض المناطق التي ليس لها اي خدمات وليس ولا تحتوي على اي من الظروف السكن اللائق الذي يعني يجب ان يوفر لكل انسان ولكل مواطن في العراق لكن الان نحاول بجهودنا الكبيره مع الحكومه الجديده العمل على ترقيه بعض الاحياء العشوائيه في مناطق محافظه البصره وهو مشروع كبير ورائد آه، تم الموافقه عليه من قبل السلطات المحليه فنظرا لعدم وجود القانون نحن نتعامل مع السلطات المحليه والبلديات والمحافظات للعمل على ترقيه المشروعات على المستوى المحلي ونتمنى ان, أن تكون هذه التجربه ناجحه قمنا بتجربه سابقه آه، آه، قبل سنتين وكانت آه، ناجحه آه، لكن لم نتمكن من عمل آه، اي شيء يتعلق في المساكن لانها لم يكن لها اعتبار قانوني ولكن خدمات تم تنفيذها من طرق ومن من شبكات مياه وصرف صحي وجمع نفايات فنستمر بهذا العمل بشكل متوازي مع موضوع القانون وشكرا لاستماعكم شكرا جزيلا استاذ وائل ويمكن يعني بيكون مهم جدا ان احنا لما بنتكلم على قضايا العشوائيات بنشير دايما ل... يعني احنا بنسميه عندنا دايما واحنا بنتكلم في البرنامج vulnerability او ان مشكله العشوائيات والمناطق غير الرسميه ان فيها العديد من طبقات الضعف الاجتماعي والاقتصادي وبالتالي اي مشكله بتؤثر عليهم بتؤثر بشكل اكبر بكتير يعني يمكن في مجتمعات اخرى واماكن اخرى عندها من الحصانه ومن القوه ان هي تقدر تستحمل صدمات خارجيه زي النزاعات زي كوفيد والوباء وغيره لكن المشكلة لما بنتكلم على مجتمعات هشة عندها طبقات مختلفة من الضعف بتيجي الحاجات دي عليها بتأثير أكبر بكتير وبالتالي مهم جدا واحنا بنتعامل مع دول فيها نزاعات او مناطق معرضه لمخاطر التغير المناخي وغيرها ان احنا نقول ان المجتمعات دي مش بس بتيجي ذات اولويه لان هي غالبا بتبقى معرضه اكثر للمشاكل دي سواء علشان هي ما عندهاش الحصانه الكافيه او علشان هي بتقع في مناطق صعبه لكن كمان علشان بتبقى ما عندهاش القدره والصمود اللي ممكن يكون موجوده في مجتمعات ثانيه يمكن الاجنده الحضاريه الجديده يعني اتكلمت كتير عن فكره ازاي ان المجتمعات غير الرسميه والمناطق الاسكان الغير رسميه بيبقى فيها مجموعه كبيره جدا من التحديات وكمان الامكانيات للتنميه المستدامه والتنميه العمرانيه المستدامه ومن هنا انبثق الخطه الاستراتيجيه لبرنامج الامم المتحده للمستوطنات البشريه لان التعامل مع قضايا المناطق غير الرسميه هيؤهل البرنامج انه يدخل في قضايا متعدده كتير اجتماعيه واقتصاديه واليات وسياسات مختلفه جدا بتبتدي من اول السياسات الوطنيه الحضاريه واستراتيجيات الاسكان وصولا الى الاليات اللي على المستوى المحلي واشراك المجتمعات المحليه والفئات المختلفه في عمليه التنميه المستدامه بنشكر حضرتك جدا استاذ وائل عرض تجربه العراق المميزه ويمكن دلوقتي يعني هنفتح الحوار مع حضراتكم والساده زوف ولو في اي اسئله موجهه لاي من المتحدثين انا شايفه باشمهندس محمد اتفضل. مساء الخير اشكر حضراتكم جدا للعروض الشيقه جدا اللي فعلا افادتنا عن تجارب دول مختلفه في التعامل مع القضايا بتاعه المناطق غير الرسميه. قطعا هنحتاج يمكن في حالة تونس والعراق وغيرها ما يكفيش العرض المختصر ده لازم الواحد يتعمق أكتر عشان يقدر فعلا يشوف التجربة بكامل أبعادها لكن هنا بما اني برضو يعني عايش في الشان المصري اكتر فهوجه سؤالي للباشمهندس خالد صديق اساله على ال... احنا تعاملنا بشكل ناجح جدا الحمد لله مع المناطق غير امنه اللي هي تمثل نسبة محدودة برضو من المناطق غير الرسمية وشايف في توجه جميل جدا بتغير التسمية إلى التنمية الحضرية لكن أنا حابب أسمع الاستراتيجية المقترحة للتعامل مع المناطق غير المخططة اللي هي بتمثل نسبة ضخمة جدا من المساكن من المناطق غير الرسمية في مصر شكرا لحضرتك يمكن طبعا ما عرفتش اتكلم عنها كويس عشان الوقت كان محدود لكن احنا فعلا يعني قبل ما نتحول لتطوير او التنميه الحضاريه بدانا نشتغل في المناطق الغير مخططه احنا قلنا ان احنا عندنا حوالي 250000 ل ألف فدان من واقع 417000 فدان مساحه الحضر في مصر فاحنا بدانا نشتغل احنا أول بنحسبها بالفدان وبعد كده بنحولها مناطق واحنا بنشتغل عليها احنا مخلصين حوالي 6000 فدان وشغالين دلوقتي في 10000 فدان وبنجهز ل 15000 فدان ثانيين في الفتره الجايه دي ان شاء الله. إحنا بنتكلم بالفدان لان احنا طبعا بناخد المنطقه كلها تبقى منطقه كتله على بعضها بعد كده بنشتغل فيها الاعمال بتاعتنا اللي هي زي اعمال تاهيل المكان نفسه، صرف صحي، ميه، كهرباء، طرق، اناره، ارصفه، بحيث ان انا باهل المكان هو اصلا المكان العش... الغير مخطط مكان طلع في غفله من الزمن بعيد عن التخطيط عن التنظيم عن الرخص عن خطوط عن الاشتراطات كل حاجه فيه هي خطايا مجموعه من الخطايا خلقت حاجه اسمها منطقه غير مخططه واحيانا بيبقى المنطقه دي مخططه ولكن الكثافه السكانيه اعلى بكثير والطاقه الاستيعابيه للشبكات والطرق اعلى بكثير جدا من الطاقة من كثافة السكان فاحنا بدأنا نشتغل فيها خلاص الحمد لله يمكن يمكن عرضنا بعض الصور باختصار شديد جدا ولكن احنا بنقول احنا خلاص احنا اشتغلنا عليها التكلفة كانت 318 مليار جنيه بحسابات من سنتين النهارده لو حابين نعيد الحسابات تاني هنتكلم على مش اقل من 400 450 مليار جنيه فيعني الحمد لله احنا حاطين خطة للغير مخطط بالذات Uh, my name is Steven Seidel. I'm with Habitat for Humanity International, and I have a question. For, uh, thank first of all, thank you to this excellent panel and to the great presentations. I have a question for the uh, representative from Iraq. Um, in your description of the pro, uh, the project in Al Basra. You described it as a pioneering uh, project there. Can you describe a little bit more detail what makes it a pioneering project? Thank you. Uh, thank you so much uh, for your question. Um, the purpose of this project actually uh, when when we designed it uh, with the local authorities, we wanted to show them that uh, if they have a, a real plan to upgrade informal settlements, especially those that are residing on um, housing uh, uh, use, uh, residential use in the master plan, we wanted to show them that it, it, with um, a reasonable investment, we can improve the living conditions of these people and not wait until the law is uh, endorsed by the parliament. Uh, any law in Iraq, it needs many years to get endorsed by the parliament because of the you know, uh, polit political uh, context. So we wanted to show them that if they, if they can budget, make a small budget, rel relatively small budget for, small, for uh, informal settlements, uh, residing on residential land, that they can improve the living condition of these people uh, rather than leave them, leaving them behind. So this is why we call it a pilot project. Thank you. شكرا استاذ وائل. يا yeah. استاذ اشرف. اولا شكرا جزيلا على العروض يعني فعلا برضو حاجه بتدينا امل كناس موجودين وبنشتغل في المنطقه ان في مجهودات في مختلف الدول وطبعا بالاخص بلدي مصري. يعني. سؤالي بس البشمهندس خالد يعني بالنسبه يعني برضه يمكن في نفس الخط بتاع الباشمهندس محمد بالنسبه للمناطق الغير مخططه الاحتياجات فيها طبعا بتبقى كثيره ومستمره يعني ما هياش ما اعتقدش انها بتتعمل بشكل مشروع ليه وقت ويخلص لان يعني يمكن مسيره طويله شويه فكنت عايز اسال بس ايه الاليات المتوفره لو في جمعيات اهليه او منظمات مجتمع مدني عايزه تشتغل في المناطق المخططه ده الغير مخططه بس في مجال ليه علاقه بالسكن وكده لان حضرتك عارف طبعا الجامعات الاهليه هي بتشتغل في اطار الشؤون الاجتماعيه في انشطه اجتماعيه او اقتصاديه او خلافه لكن لو في حاجات ليها علاقه شويه بالتخطيط والتنميه الحضريه يعني هل في اليات معينه موجوده في الصندوق لتعاون الجامعات الاهليه في المجال ده؟ شكرا احنا طبعا في اليات ليها وعندنا في في الصندوق في هيكل التنظيم بتاع الصندوق الاداره اللي المشاكل المجتمعيه موجوده عندنا في الصندوق دي اول حاجه ثاني حاجه احنا يمكن في امثله مش حتى يعني مش مش عمليات نظريه يمكن يعني لو رحنا مثلا مشروعات زي الاسمرات وزي روض السيده كده عملنا انشطه يمكن اخر مبادره عملناها من حوالي شهر هي مبادره اسعى مثلا مبادره اسعى دي جمعيه اهليه جت علمت الناس حرف يشتغلوا عليها والحرف دي دلوقتي عايز أقول لحضرتك إن حجم الطلب على الأعمال والمنتجات اللي بيعملوها بقى أعلى بكتير من المنتج اللي بيعملوه وبدأنا نتوسع معاهم جايبين رجال أعمال يشتغلوا ويعمل تدفقات مالية ليهم بتبرعات وهم يعملوا المنتج دي حاجة بالنسبة للموضوع مثلا الحالة الاقتصادية بتاعتهم الحالة الاجتماعية التعليم الصحه كل الحاجات دي بنشتغل فيها مع الجمعيات الاهليه يمكن احنا بنشتغل مع وزاره التضامن اعمال مباشره جدا في شغل معانا زي مثلا ما حصل في 15 مايو كان الشريك الاول لينا هو التضامن الاجتماعي بالجمعيات الاهليه هناك بالاهالي حتى الناس اللي هم مش جمعيات بنحاول ازاي نستغل كل اللي حوالينا عشان ننجح بيهم مع بعض مثلا مثال المثلث مسبيرو مثلث مسبيرو احنا ما عملناش الكلام ده بتخطيط حكومي من اتجاه واحد ده بالاهالي والجمعيات اللي كان الحوار المجتمعي ما بيننا وبين ال... المجتمعات اللي شغالين فيها كلها عباره عن حوار ما فيش مشروع طلعناه من غير ما يكون الجمعيات مشتركه معانا فيه خاصه في الحوار التشاركي معانا ومع الاهالي عشان نطلع المنتج الاخير اللي الناس عايزاه، مش اللي احنا عايزينه كدوله. اللي الناس عايزاه لا يمكن يطلع مننا لوحدنا، لازم يطلع من الاهالي والمشاركه المجتمعيه والجمعيات الاهليه اللي موجوده في المناطق دي اللي بتقدر تسهل الوصول للناس وتوصل لنا افكارهم ورغباتهم. فاحنا من اساس شغلنا ونجاحاتنا يمكن التعامل مع الجمعيات والاهالي مباشره. شكرا. شكرا مهندس خالد ويعني استاذ اشرف لو تسمح لي احط ثانيه قبعه اليو ان هابيتات مش المودريتر علشان يعني هو فعلا يمكن احد اهم اهداف الجلسه بتاعتنا وال very important بتاع هابيتات فور هيومانيتي النهارده هو الفكره بتاعه المشاركه وايه ازاي الادوار المختلفه ممكن تلاقي اليات تخليها تشتغل مع بعض ويمكن من احد اهم المخرجات اللي كنا فخورين بيها جدا في التعاون مع الصندوق كان كمان يعني فكره السيتي وايد بلانز وازاي انه المرحلة الثانية من التعاون بعد ما تشاركنا في فكرة ان احنا ازاي نشوف احتياجات المجتمع بشكل عام عشان نطلع بخطة ورؤية تخدم المدينة ككل ازاي مع المجتمعات والجهات المختلفة هنقدر نحط خطة عمل لتحديد المشروعات التنموية اللي هيتم تنفيذها في المناطق دي يمكن كمان بمشاركه كلوز مع وزاره التنميه المحليه ازاي نقدر نسيت اب سيتي انفستمنت بلاتفورمز او يعني بلاتفورمز على المستوى المحلي لدعم ان يبقى في موارد مدمجه او بلاندد فاينانس فور انفستمنت فيبتدي يبقى عندنا يعني كنت سعيده ان الصبح دكتوره ليلى كانت بتذكر يعني ريدي بروجكتس فور انفستمنت فده فعلا اللي في البايب لاين دلوقتي ان نبتدي نشوف مع الجهات المختلفه ازاي يبقى كل مجتمع محلي على مستوى المدينه او اقل كمان ممكن يبقى عنده في البايب لاين بتاعته مجموعه انترفنشن مطلوبه من المجتمعات المحليه ومرغوب فيها وكمان ريدي فور انفستمنت سواء من قطاع خاص او من قطاعات اخرى وهيبقى كتير من الجابس هنا عندنا هتبقى ليها علاقه بالتدخلات الاجتماعيه اللي ممكن جدا المجتمعات المحليه والان جي اوز تساعد جدا في ان هي تلبي هذه الاحتياجات فبنامل ان في المدن اللي هتبتدي الشغل فيها وبدانا بالفعل في اربع مدن في دمياط بالمشاركه مع الصندوق ان هيبتدي يبقى عندنا لسته مشروعات المشروعات دي هيبقى في جزء كبير منها لن يتم توفيته غير بالتعاون الوثيق مع الجمعيات الاهليه والشغل المهم جدا اللي بيحصل من خلالها. فيعني نتمنى ان الديالوج ده يفضل شغال ونبتدي نشوف ايه اللي ممكن يخلي البلاتفورمز دي تعمل بشكل فيري افكتف ان شاء الله على المستوى المحلي. يمكن عندنا يمكن مفيش مجال لسؤال بس ممكن ادي الفرصة للاستاذ حاتم لو في اي كلوزنج ريمارك من جانب حضرتك لو تحب تقول لنا الرؤيه والمستقبل للصندوق عند حضرتك. كنت كنت قدمت كنت قدمت رقم بالنسبه للتشخيص الاخير كونه معناها كان عندنا 1400 حي يطلب التدخل باش نزيد رقم واحد منذ سنه 1981 الى غايه هذا اليوم تم تم تهذيب حوالي 1800 حي في حين الاحصائيات اللي عملناها في العشريه الاخيره تعطات 1400 نشوفوا اللي معناها المجهودات نتاع الجهات الحكوميه لتحسين ظروف العيش للتدخل في الاحياء الشعبيه تبقى دون 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 المامول رغم انها معناها العمليات متواصله ورغم كثره البرامج الموجهه الى الفئات الاجتماعيه الضعيفه والتي ستقدمها ستقدمها زميلتي بعد حين من مشاريع لانجاز تقسيمات من مشاريع للفئات الاجتماعيه الضعيفه من مساكن الفئات الاجتماعيه الضعيفه من قروض ميسره اترك المجال لزميلتي لتقديمها وتبقى تبقى المجهودات قليله في جانب الجانب الوقائي خاصه وشكرا شكرا جزيلا لحضرتك اعتقد يعني اكثر كلمه حكمه ننهي بيها هو التعاون ما بين المجالات الوقائيه وال والتدخلات المباشره لان اعتقد بدون التكامل والتعاون ده هنفضل دايما بنجري ورا هدف متحرك فيمكن خلال الجلسات الاكثر تفصيليا محتاجين نحط ده كهدف مباشر ازاي يكون في تعاون وثيق ما بين البرو اكتف والبريفنشن ميجرز او المجالات التدخلات الوقائيه والمباشره بشكر حضراتكم جدا على الجلسه الممتعه والسريعه وبشكر الساده الحضور ويعني شكرا جزيلا لحضراتكم